في آخر جولة من البطولة المحترفة الثانية موبيليستا رسم سقوط كل من نادي أولمبي أرزي واتحاد الشاوية إلى القسم الثاني هواتا بعدما فشلا في ضمان البقاء ضمن حظيرة الكبار في المحترفة الثانية. وبهذا تكون فرق النازلة القسم الهواتي هي اتحاد الحجوطة وأولمبي أرزي واتحاد الشاوية. مع أخبار البطولة المحترفة الثانية دائما والتي شهدت حالة غريبة بعد أن توقفت مباراة شباب عين الفكر وجمعية الخروبة لأزيد من ربع ساعة بسبب اجتياح الأنصار لأرضية الميدان، وهو الموقف الذي سمح لجمعية الخروب من تسجيل هدف في الوقت الذي انتهت فيه جميع المباريات، وهي الحالة التي أثارت جدلا واسعا بعد أن وجه يحيى رئيس اتحاد الشاوي أصابع الاتهام لنادي شباب عين الفكر بترتيب المباراة. في المنافسة القارية يستقبل نادي مولودية بجاية ضيفه الترجي التونسي مساء اليوم بملعب الوحدة المغاربية ببجاية في لقاء ذهاب الدور ثم نهائي مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويعول عمران على عزيمة لاعبيها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة الذي سيحتضنه ملعب رادس بالعاصمة تونس. في الأخبار المحلية أعلن مورد الحلوى رئيس النادي الهلاوي لنصر حسين دايا ترشحه رسمي لرئاسة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة شهر جوان القادمة. الحلوى أكد بأنه سيتقدم الأحد القادم إلى مقر الرابطة من أجل سحب وثائق ترشحه، وأضاف رئيس نادي نصر حسين دايا الهلاوي بأنه يسعى للفوز بثقة أعضاء الجمعية العامة ورفض الكشف عن أوراقه في الوقت الراهن. وسيكون رئيس النادي الهلاوي للنصرية أول منافس للرئيس الحالي محفوظ قرباجة الذي قرر ترشحه لعهدة جديدة. دوليا تأكد رسميا غياب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن منتخب بلاده في اليورو القادمة المقرر إقامته بفرنسا الصيف المقبل، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الباريسي. وبعد تشخيص وضعه الصحي تم الإقرار بضرورة خضوع اللاعب لعملية جراحية للتعافي من إصابة في الفخذ. توفي لاعب الوسط الدولي الكاميروني باتريك إيجينغ أمس الجمعة إثر إصابته بأزمة قلبية خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه دينامو بوخارست مع فيترول ضمن البطولة الدوري الروماني لكرة القدم، واستلقي إيجينغ البالغ من العمر 26 عاما على ظهره داخل وسط الميدان دون احتكاك مع أي لاعب آخر في الدقيقة 71 من المباراة، وحاول الطاقم الطبي للفريق إسعافه إلا أن اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا الحياة.